تعالوا بقى نقابل بدر عادل عبد العال، الأخ الأصغر لسيد ودراعه اليمين وشريكه في المصنع، وبالمناسبة هو المتخصص في التسويق وفتح الأسواق والفروع التلاتة اللي سموها عمار. هو صاحب فكرتهم عشان يسوقوا فيهم منتجاتهم وبعض المصنعات القطنية، الحريمي والرجالي والأطفال. احنا بنيجي عشان نوري الناس يفكروا في أي اتجاه، والمشروع ده مشروع حلو، وعدد الناس اللي شغاله فيه احنا بنقول حوالي 8000 مكنه، لكن انا شايف ان السوق بتاعنا هنا يستوعب لغايه 20000 مكنه، ولو فتحنا تصدير بقوه من المصانع الصغيره دي عايزين ولا 100000 مكنه. انت قلت لي المكنه دي ثمنها 140-150000 جنيه، طب احكي لي المشروع ده عمله ازاي. بص، المشروع ده نقدر نبتديه بمكنه او مكنتين زي ما حضرتك قلت. ممكن نبتديها لو شاب لسه في بدايه ومعهوش السيوله الكامله، نقدر نبتديها بمكانتين مستعمل زي ما احنا ابتدينا. ابتدينا كده سعرهم يوصل لكام؟ يعني سكة 120 المكانتين، ومعها مكان كده موجود ومتوفر. المستعمل كل ده متوفر عندنا احنا، يعني احنا وكلاء للشركة، فعندنا المستعمل. الشركة الصينية WY، عندنا المستعمل، عندنا كسر الزيرو، عندنا الجديد، وعندنا تسهيلات. دي حالة تانية، في تسهيلات. المشروع بيقوم على المكنة دي ومكنة بتقفل الشراب وبعض الحاجات كده، اكسسوار سهله جدا. ما يعتبرش مكن. يعتبر مش مكن. المكنه اللي بتقفل دي سعرها كام؟ المكنه اللي بتقفل نفس الاسعار، يعني نفس سعر المكنه دي، هي نفس الاسعار دي في المستعمل والكسر الزيرو والجديد. وتشتغل 24 ساعه بجد؟ تشتغل 24 ساعه ما تفصلش. ده الافضل اصلا ان هي ما تفصلش، يعني ده الافضل ليها. المكن ده يحب ان هو يفضل شغال، طول ما هو شغال طول ما هو يديك انتاج اعلى، وكل ساعه تطلع دستة شرابات. وحسب برضه نوع الموديل، لو نوع موديل مثلا اطفالي ممكن تعمل معاك دستين في الساعه. سوكيت اللي هو مثلا الشراب الانكل تعمل معاك دسته ونص. لما هطلع ال 24 دسته من المكنه دي في ال 24 ساعه، يعني معايا 48 دسته يوميا. من المكنتين انا هعمل ايه بيهم؟ تسويق مثالي جدا. لا ازاي؟ يعني السوشيال ميديا دي حالة. الحالة التانية في محلات التجارية كتير جدا بيستلموا برضو الشغل، والسوق يعني المحلي هو اللي مسيطر دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتباع الشراب كده؟ بيتباع كده اونلاين. طيب اجيب انهي مكنة؟ وليه الصيني؟ ليه ما افكرش بس اجيب ايطالي؟ ليه ما اجيبش الماني؟ انتاجية، يعني انا عايزك تخرج من دماغك ان انا ابن الحاج عادل ابو الليل. كلمني بحيادية عن صناعة الشراب. عن صناعة الشراب احنا مش يعني كده الايطال هم اللي اخترعوا اصلا اول مكان شراب. تمام. فالصين طورت جدا في مكان الشراب لدرجة ان هي عملت الكمبيوتر قبل الايطال نفسه، وفوق ده انتاجية اعلى اسرع. يعني المكنة دي فيها سرعة اكتر من الايطالي. دي حالة. الحالة التانية، الايطالي تمنها كام؟ اقل مكنة المستعمل والكسر زيرو بتتراوح ما بين 400,000 جنيه ل 800,000 جنيه، مليون جنيه. الصيانه والاعطال والحاجات دي، الصيانه كل ده برضو احنا بنعلم ناس، عندنا بنساعد الناس كلها، ما بنسيبش حد يقف على حاجه. لو مكنه عطلت وهو احتار فيها، في نفس اليوم بيروح له شخص يخلصه.